المستمع حسين ولد ميمني تاجي من الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعث برسالة إلى البرنامج وضمنها سؤالين. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز البناء على الميت كالبيت مثلا؟ ولعله يقصد القبر سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. البناء على القبور لا يجوز مطلقا، بل ذلك من أسباب الشرك ومن ذرائع الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فلا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا حجرة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يقعد عليه ولا يجسس ولا أن يجعل عليه الستور والأطياب، كل هذا منكر ومن وسائل الشرك. فالواجب الحذر من ذلك، والواجب على المسلمين في كل مكان أن يحذروا هذا العمل السيء الذي انتشر في بلدان كثيرة ودول كثيرة. فالواجب حد المساجد التي على القبور إذا كانت بنيت عليها، والقباب التي على القبور تهتم وتزال. هذا الواجب على الدول الإسلامية أن يزيلوها وتكون القبور مكشوفة ليس عليها شيء. أما إن كان القبر جديد ولدوا في المسجد ومسجد قبله المسجد قديم، فإنه ينبش القبر ويخرج إلى المقابر، يجعل مع المقابر ولا يكون في المسجد، بل يجب أن ينبش وأن ينقل رفاته إلى المقابر العامة، ويبقى المسجد سليما يصلى فيه. أما إن كان القبر هو القديم وبني المسجد عليه فإنه يدم المسجد ولا يجوز بقاؤه. يجب على رؤساء الدول الإسلامية والمسؤولين أن يقوموا بهذا الواجب وأن يمنعوا الناس من الشرك وذرائعه، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات شرك أكبر. وبناء المساجد على القبور بدعة ومن أسباب الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جنب بن عبد الله البجلي قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما قاتله أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما إنهما رأتا في أرض الحبشة صورا في بعض الكنائس، قال صلى الله عليه وسلم في حق النصارى: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب أعمالهم، وهي البناء على القبور واتخاذ الصور عليها. فالواجب على الحكومات الإسلامية وعلى جميع العلماء أن يسعوا في إزالة هذه الأبنية التي على القبور من المساجد والقباب وغيرها، وأن تكون القبور بارزة مكشوفة ليس عليها بناء. ولا مانع من رفع قبر قد شبر يرفع ترابه حتى يعرف أنه قبر، يكون له لحد ويكون التراب الباقي يجمع على القبر حتى يكون فوقه علامة على أنه قبر، وعليه نصائب ويكون قدر شبر ونحوه حتى يعرف أنه قبر. أما البناء فلا يبنى عليه، لا مسجد ولا غيره ولا قبة ولا غيرها. ولا يجب أن يدعى صاحب القبر يقول: يا سيدي أو يا فلان، يا أبا عبد الله أو يا محمد أو يا فلان، اغفر لي أو انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك، ولا يقال: يا رسول الله، ولا يا أبا بكر، ولا يا سيد البدوي، ولا يا سيد الحسين، ولا يا سيدي عبد القادر، ولا غيرهم. لا يجوز هذا كله، بل هو من الشرك الأكبر. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر. فلا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة ولا غيرهم ولا من العلماء، بل هذا من الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال: كانت الجاهلية يعظمون القبور ويدعونها من دون الله ويستغيثون بأهلها، فنهى الله عن ذلك
حرم ذلك على المسلمين. قال عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم. فسمه شركا سبحانه وتعالى. فدعاء الأموات وسؤالهم الشفاعة أو النصر على الأعداء أو شفاء المرضى أو النذر لهم أو الذبح لهم كل هذا من الشرك الأكبر ومن عبادة غير الله. والله سبحانه يقول وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء الميت عبادة وشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم حتى يزيلوا ما وقع من الشرك وذرائعه وسلاحه وسائله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.